كيف حالكم؟ أنا وأسرة مدرسة براعم الروضة نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في شهر رمضان، وكل عام وأنتم بخير. ولكن وبسبب الأزمات التي يمر بها العالم بأجمعه هذا العام ستلغى صلاة العيد جماعة. أوصيكم أن تؤدوها جماعة في المنزل أو فرادى من دون خطبة، وأوصيكم الالتزام بمنازلكم وتهنئة الأقارب عبر الهاتف والتضرع إلى الله تعالى بأن يذهب عنا هذا الوباء ويرفع عنا البلاء. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، أسألك باسمك الأعظم ووجهك الأكرم أن تحفظنا بحفظك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وركنك الذي لا يضام، واجعلنا في أمانك وضمانك وإحسانك. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء. اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وبلادنا وبلاد المسلمين، واحفظنا مما نخاف ونحذر، فأنت مولانا وأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. الله أكبر. الله